مدير هذاك قال لي ما تقعديش، لازم نمحيك منا، ما تدي سكنه ما تقعدي عندي. بصح وعلاش هكا مكره؟ قال لي جي في طاعتي، لازم تجي في طاعتي، انا اللي جا في طاعتي يقعد، اللي ما جاش في طاعتي ما يقعدش. بمعنى ما كنتيش طايعه كيفاه؟ بمعنى واش معناتها تجي؟ اش معناتها طايعه؟ فهمي وحدك طايعه وشن هي؟ العساس يضرب فيا، وليت هكا ساعتها انا نخرج نروح نقضي صوالح ولا ندور، نجي نطبطب يقول لي، قال المدير ما تحلش الباب. هذون دستهم برا يا ناس، هذون خبيتهم برا عن جاري هنا في الكابس هاي برا الشركه. هذوما اللي تغطي بهم؟ هذوما اللي نتغطى بهم، كي تجي المطار نجي تحتهم. هذوما خبيتهم برا باه كي يسكروا عليا الباب ما يخلونيش ندخل، نلقاهم نجبدهم. ما هي اسمها دار الرحمه داهي. فيها الرحمه. انا مدير ضربني، مدير ضربني بلوحه، سكر عليا دخلاني 3 ايام، كسر عليا الباب بالفاس. عكرني مرمدني بيتني للسكارة، ويبت في داره وانا بت للمطر، ويبت في داره وانا بت للمطر، ويبت في داره وانا بت للسكارجية. نقول لك تمرمد، المدير ما سمحلوش اليوم الدين، ما سامحوش، هو بالعساسة بالعساسة ما نسامحهمش. زوج من الناس ما نكذبش عليك كسروا لي القصة تاع البراب طيشوها، اللاتين تداروها في تيليهم، كسروا لي الكاس يدوا لي الكاينة. هذه المراه راه استولات على كلش، ها هو راه كبير، ها هو راها، ها هو راه ماشينا رافي، ها هو راه هذه فلتر تاع الدولة تاعتهم، ها هو فريج دار يمشي جديد، ها هو راه قلت لكم ما عنديش، أنا مسكينة. في طايمة تاع الناس اللي نطبها من برا.